في علي معلول او ساهم في علي معلول مع النادي الاهلي هذا الموسم في الدوري كام هدف بالاحراز وبالصناعه، يعني سواء احرز هدف كام والصناعه كام على صفحه قناه النادي الاهلي الرسميه. دول ابرز اللعيبه هترجم لنا اجابه السؤال ده. هنبدا بعلي معلول. علي معلول طبعا 29 سنه، رقم 12 في منتخب تونس، بيلعب في النادي الاهلي بالتاكيد، لعب 24 مشاركه في الدوري مع النادي الاهلي، عنده كام هدف؟ 6 اهداف و7 اسيست، يعني مساهم في كام هدف؟ اجابه السؤال 13 هدف مساهم فيهم علي معلول مع النادي الاهلي هذا الموسم في الدوري. يوسف المساكني، وده لعيب حريف قوي قوي قوي، يعني لعيب تتمتع وانت بتتفرج عليه صراحه. يوسف المساكني رقم 7، صانع العاب، بيلعب في بلجيكا، لعب السنه دي 7 مشاركات، احرز هدف واحد وملوش ولا اسيست. نيجي لوهاب الخزري اللي احنا قلنا عليه ايه؟ قلنا عليه ان هو المهاجم الوهمي اللي هو الفولس ناين، اللي هو بينزل يسقط ويفتح المساحات للي جاي من تحت، سواء نعيم السليتي، سواء يوسف المساكني، سواء انيس البدري. وهاب الخزري بيلعب فين؟ في سانت تيان الفرنسي. جاب كام جون؟ 13 هدف في الدوري الفرنسي و6 اسيست، يعني كام؟ يعني مساهم في 19 هدف مع سانت تيان الفرنسي. عشان كده ايه؟ عشان كده هو الاقرب ان هو يبدا كمهاجم وهمي مع منتخب تونس. عشان كده دايما مدرب منتخب تونس ألان جريس بيعتمد عليه. لو لاحظنا هنلاقي ان اغلب التوانسه محترفين في الدوري الفرنسي. نعيم السليتي بيلعب في ليجون الفرنسي وده صانع العاب، لعب 35 مشاركه مع ليجون الفرنسي، جاب 3 اهداف و5 اسيست، برضه واحد من اللعيبه المميزه اللي عمل كاس عالم مميز معاهم، ولعيب مميز جدا جدا جدا. دول ابرز اللعيبه في منتخب تونس. برضه ما ننساش ياسين مرياح، مدافع مميز قوي، هو افضل مدافع في تونس اللي هو اولمبياكوس. وما ننساش فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك، وعودته بالتاكيد هتفرق في الاثنين الارتكاز، وقلنا لو هم هيلعبوا باثنين ارتكاز الاقرب الياس سخيري وجنبه فرجاني ساسي. لو فرجاني ساسي مش جاهز هيحط جيلان الشعلالي. طب لو بيلعب فريق اتقل منه يقوم حاطط ثلاثه ارتكاز. مين الثلاثه الارتكاز؟ الياس سخيري في بيبقى في نص في نص المثلث كده، وعلى يمينه فرجاني ساسي، وعلى شماله جيلان الشعلالي في طريقه لعب 4-3-2-1. طيب نيجي نشوف ازاي هم بيسجلوا الاهداف منتخب تونس مع ألان جريس. هنبص نلاقي ان هم نقطه قوه منتخب تونس هي الكرات العرضيه. تخيلوا حضراتكم ان منتخب تونس سجل 6 اهداف في 3 مباريات تحت قياده ألان جريس، منهم 50% من الاهداف من كرات عرضيه، 100% من الاهداف من كرات عرضيه. يعني الست اهداف لمنتخب تونس مع ألان جريس في الثلاث مباريات اللي كانوا قبل مباراه النهارده 100% من الاهداف من كرات عرضيه، سواء بقى هدف من اسيست من معلول. برده في لعيب مميز برده مش عايزين ننساه اللي هو بسام الصرارفي، ده لعيب بلاير توش. قلت لحضراتكم ان انا كل حلقه هجيب لكم لعيب بلاير توش. يعني ايه بلاير توش؟ قلنا ان لعيب ان هو ممكن الناس ما تكونش واخده بالها منه، وده ممكن يصنع الفارق مع منتخب تونس. بسام الصرارفي اللي هو بيلعب كجناح، ده لعيب من اللعيبه المميزه قوي، لعيب صغير في السن. المباراه اللي فاتت اتفرجت عليه مع منتخب العراق، لعيب كويس، صنع هدف واحرز هدف. اعتقد ان هو ممكن يكون يستخدمه كورقه رابحه مع منتخب تونس في كاس الامم الافريقيه. كده يبقى احنا انتهينا من تحليل المجموعه الخامسه. اتكلمنا على منتخب مالي، منتخب انجولا، منتخب موريتانيا، منتخب تونس. نشكر حضراتكم ونشوفكم ان شاء الله زي ميعادنا الحد والثلاث والجمعه الساعه 10، وموعدنا ان شاء الله مع المجموعه الرابعه مجموعه منتخب المغرب يوم الجمعه الساعه 10. استنونا. شكرا والسلام عليكم.